بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال الفدرالية، ونستهل بكم من أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن، قائد الجيش الوطني يجتمع مع الضباط الأتراك في البلاد، مقتل نائب رئيس مديرية طيني للشؤون الأمنية والسياسية في انفجار لقم أرضي. وفي الأخبار العالم، بغداد نجحت في أن توفر ساحة للاستضافة مباحثات بين السعودية وإيران. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أما الآن فإلى التفاصيل النشرة، ومعكم زكريا خليفة. عاد رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجه والوفد المرافق له فجر اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية كونغو الديمقراطية. وخلال الزيارة، بحث رئيس الجمهورية مع نظيره الكونغولي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة. ورافق فخامة في الزيارة كل من وزير الخارجية معالي محمد عبد الرزاق محمود، ووزير البترول والمعادن معالي عبد الرشيد محمد أحمد، ومسؤولين آخرين في الحكومة الفدرالية الصومالية. ستقبل قائد الجيش الوطني اللواء أدواء يوسف راجي في مكتبه اليوم الثلاثاء في العاصمة مقديشو ممثلين عن الضباط العسكريين الأتراك في البلاد. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الإصلاحات الجارية وإعادة بناء وتأهيل الجيش الوطني. يشار إلى أن تركيا تدعم الصومال في مجال التدريب وتأهيل الجيش الوطني. توفي نائب رئيس مديرية طيني للشؤون الأمنية والسياسية عبدي محمد محمود اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته في انفجار لقم أرضي في منطقة دار السلام في العاصمة مقديشو. وأكدت إدارة مديرية طيني لوسائل إعلام الدولة أن الإرهابيين استهدفوا نائب رئيس المديرية للشؤون الأمنية والسياسية في انفجار لقم أرضي زرع على الطريق في منطقة دار السلام. يشار إلى أن سكرتير مديرية داني لقد نجا مؤخرا من انفجار لقم أرضي استهدفه أثناء تواجهه إلى مركز المديرية. وفي الأخبار العالم، التقى وفدان من البلدين الخصمين الرئيسيين في الشرق الأوسط إيران والسعودية في بغداد في وقت سابق من هذا الأسبوع، على ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برايس اليوم الثلاثاء، وهي مباحثات تعد مهمة مع إعادة خلط الأوراق في المنطقة. فالعراق الذي يجد نفسه في وضع معقد بين جارته الشيعية الشرقية وجارته السنية إلى الجنوب، يسعى إلى لعب دور الوسيط على مستوى الشرق الأوسط منذ أنزل الهزيمة بجماعة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة نهاية 2017. ويدرك المسؤولون العراقيون أن الطريق طويل، ولكن إن لم يتمكن العراق من أن يمارس ضغوطا كبيرة فإنه على الأقل وفر ساحة للحوار. استضافة بغداد لقاء جمع وفدا سعوديا برئاسة رئيس جهاز المخابرات خالد بن علي الحميداني، وآخر إيرانيا برئاسة مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الشميخاني، على ما أكد لوكالة فرانس بريس مسؤول عراقي حكومي. مشاهدين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، وكان معكم على الهواء زكريا خليفة، وفي الهندسة الفنية المهندس الزميل محمد ديق عبد الشري، وفي الكاميرا الزميل عمر أووي. أترككم في أمان الله، وإلى اللقاء.